بقول لكم شيء، في مشكلة كبيرة أنا قاعد أعيشها مع نفسي، وأنا متوقع إنه في يعني كثير منكم يعيشوا هذه المشكلة زي حقيقي. يا الله ليش دائما أثمن الأشياء بحياتنا نضيعها، إن كانت في الحب أو في الأمور الشخصية اللي عندنا. ما أعرف، أنا في الحب فيني شغف زايد في الحب، يعني صراحة شغف أحب كذا يعني بشغف بجنون، فيضيع الحب. ما أعرف ذا الزمن